هشام عشماوي ضابط الجيش المصري المفصول وأبرز المطلوبين لدى سلطات الأمن المصرية بعد سنوات من المراوغة، ألقي القبض عليه في مدينة درنة شرقية ليبيا. أحمد المسماري وهو المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي الموالي للقائد العسكري خليفة حفتر أعلن على فيسبوك أنه تم القبض على عشماوي في حي المغار في درنة، وكان يرتدي حزاما ناسفا لكنه لم يستطع تفجير نفسه بسبب عنصر المفاجأة. في الوقت ذاته تم القبض على عدد من الأشخاص مع عشماوي، يعتقد أن من بينهم ليبيا يدعى مرعي زغبية ومصريا آخر يدعى بهاء علي، يرجح ارتباطهما بتنظيم القاعدة. هذه اللحظات الأولى التي سأعرضها بعد اعتقال هشام عشماوي، استمعوا لما قال. رتبتك؟ رايت في الجيش في الصاعقة، رقمك العسكري 112-079. وين الصبت انت؟ الجيش الليبي التابع للقائد العسكري خليفة حفتر قال إنه سيسلم عشماوي للسلطات المصرية بعد الانتهاء من التحقيقات معه. هو من خريجي الكلية الحربية المصرية عام 2000، التحق بقوات الساعقة وهذه صورته. خدم معظم خدمته في سيناء بعمليات ضبط متسللين ومهربين، لكنه فصل من الخدمة في عام 2012 بعد إيقافه لمدة سنة إثر تحريات أوضحت أنه بدأ يعتنق فكرا دينيا متشددا. بعد سنة من فصله انضم لجماعة أنصار بيت المقدس المسلحة في شمال سيناء، ثم انشق عنها بعد بيعتها لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. أسس تنظيما خاصا به اسمه مرابطون، منتمي للقاعدة وله ارتباطات مع مجموعات جهادية في مصر وليبيا. أعلن المكتب الناطق العسكري أحمد المسماري للناطق العسكري للقوات المسلحة في الشرق الليبي عن إلقاء القبض على الضابط السابق في الجيش المصري والمتشدد هشام العشماوي المؤسس لنظام مرابطون في مدينة درنة، وكذلك كان معه رفيقه محمد رفاعي، حيث ألقي القبض اليوم على هشام العشماوي، إضافة إلى زوجة محمد الرفاعي وأبناء محمد الرفاعي. وزوجة الرفاعي أكدت مقتل زوجها في بداية العمليات العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة في مدينة درنة. هذه المدينة أعلنت القوات المسلحة عن سيطرتها عليها منذ أشهر قليلة فقط وطرد الجماعات المسلحة منها، وهي لازالت تقوم بعمليات أمنية داخل المدينة من عمليات إلقاء القبض وعمليات المداهمات ونصب الكمائن. وفي الأيام الماضية أعلنت عن مقتل شخص أيضا متشدد وعن نصب كمين في أغسطس الماضي إلى عدد من المتشددين الذين حاولوا الفرار من مدينة درنة. شكرا لك معاذ على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من طرابلس.